السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله ميعادنا مع اول درس من دروس الوحدة الثالثة. الدرس بتاعي اسمه ايه؟ فكرة رائعة. بيقول لي ايه؟ اعتدنا انا واسرتي، ابي وامي واختي الاكبر مني، مساء كل خميس ان نجلس معا لنتحدث في امور حياتنا. اه، لقد نسيت ان اعرفكم بنفسي، انا مروان، تلميذ في الصف الرابع الابتدائي. لقد أوشكت السنة الدراسية على الانتهاء. تعال أول حاجة كده حبايبي نقرأ معاني، نقول معاني الكلمات وبعد كده نشرح الفقرة بتاعتنا. أول حاجة يعني إيه كلمة اعتدنا؟ يعني تعودنا. يعني إيه اعتدنا؟ تعودنا. طيب ماشي، يعني إيه كلمة نتحادث؟ نتحادث يعني نتكلم أو نتحاور. يعني إيه نتحادث؟ نتكلم أو نتحاور. أوشكت يعني قاربت. يعني أوشكت قاربا، قاربت. بيقول لي ايه؟ ان مروان واسرته تعودوا ان هم يقعدوا كل خميس ان هم يقعدوا مع بعض كده يتحدثوا، يعني بيتحدثوا ان بيتكلموا في امور ايه؟ حياتهم. بيقول لي اه، لقد نسيت ان اعرفكم بنفسي. طب تعالوا نعرف البطل بتاعنا. البطل بتاعنا اسمه ايه؟ مروان. طب في اي صف؟ مروان تلميذ في الصف الرابع الابتدائي، يعني هو زيه كده في سنه رابعه. لقد اوشكت السنه الدراسيه على الانتهاء، يعني خلاص ان السنه الدراسيه قربت ان هي ايه؟ تنتهي. بيقول لي ما الذي اعتاد عليه أسرة مروان؟ مروان وأسرته اعتادوا إنهم يعملوا إيه؟ هم إيه؟ أن يجلسوا معا مساء كل خميس، أن يجلسوا معا مساء كل إيه؟ كل خميس. طيب متى يجلس مروان مع أسرته؟ مروان بيجلس إمتى مع أسرته؟ قلنا مروان بيجلس إمتى؟ مساء كل خميس. طب تعالوا نكمل الدرس بتاعنا. في يوم الخميس الماضي قلت لأبي هناك فكرة أود أن أستشيرك في تنفيذها يا أبي. ابتسم الأب وقال أنت دائما صاحب فكر جميلة، ما الفكرة التي لديك؟ قلت ليس هناك أغلى من أيام العمر، لقد فكرت أن أكتب ما يحدث لي كل يوم. ضحكت أمي وقالت تقصد يوميات؟ أتريد أن تسجل يومياتك وأنت في هذه السن الصغيرة؟ يقول إيه؟ يعني هو بيقول لي إن هو في يوم الخميس الماضي دوت قال لبابا إيه؟ فكر إن هو قال لبابا أنا في فكرة في دماغي، بس أنا كنت عايز إيه؟ أستشيرك. يعني إيه كلمة أستشيرك؟ أطلب رأيك. يعني أستشيرك؟ أطلب رأيك في تنفيذها يا أبي. يعني إيه كلمة تنفيذها؟ إنجازها أو إتمامها. يعني إيه تنفيذها؟ إنجازها وإتمامها. ابتسم الأب بضحك له كده وقال له أنت دايما صاحب إيه؟ صاحب فكر جميلة. كلمة فكر دي يا حبايبي مفرد ولا جمع؟ فكر، يعني أكتر من واحدة تبقى جمع. طيب هنا جمع آخر واو ونون أو ياء ونون؟ لأ، آخر ألف وتاء؟ لأ، يبقى ده اسمه إيه؟ جمع تكسير. قلت إيه جمع التكسير؟ إن أنا بغير في صورة الإيه؟ في صورة المفرد بتاعه. طيب بابا قال له إيه؟ ما الفكرة التي لديك؟ إيه هي الفكرة التي لديك؟ كلمة لديك يعني عندك، يعني إيه لديك؟ عندك. راح ردد عليه بقى قال لي قلت ليس هناك أغلى من أيام العمر، مفيش أحسن من أيام العمر، وقد فكرت إن أن أكتب ما يحدث لي كل يوم. يعني أنا عندي فكرة إن أنا أكتب كل حاجة هتحصل لي كل يوم، هقعد إيه أكتب عنها. فضحكت أمي وقالت تقصد يوميات؟ يعني أنت قصدك وتريد إن بتتكلم عن يوميات، تكتب لك كده يوميات إن كل يوم كده كل ما حاجة تحصل لك تقعد تكتبها؟ أتريد أن تسجل يومياتك وأنت في هذه السن الصغيرة؟ يعني الأم تعجبت إن هي إيه اللي خلاها تتعجب إن مروان عايز يكتب يوميات وهو إيه في السن الصغير ده. يبقى السؤال بتاعنا إيه؟ ما الفكرة التي أراد مروان تنفيذها؟ إيه هي الفكرة اللي مروان أراد تنفيذها؟ الفكرة اللي إيه؟ أن يكتب يومياته أو أن يكتب ما يحدث له في كل يوم. تعالوا يا حبيبي كده نكمل الدرس بتاعنا. بينما قالت أختي لقد قرأت الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين التي كان يتحدث في جزء منها عن طفولته كما يريد مروان أن يفعل. قلت هذا ما أريده، أن أكتب الأحداث التي أمر بها ثم أطبعها كتابا في يوم من الأيام. يعني أخته راح يرد عليهم وقالت لهم أنا فعلا قرأت عن كتاب اسمه كتاب الأيام. الكتاب ده بيتكلم لمين؟ بيتكلم عن مين؟ عن طه حسين، فهو اللي كتبه. طه حسين ده هو اللي كتب الكتاب ده اللي هو الايام ده. طب الكتاب ده كان بيتحدث فيه جزء كبير منه على ايه؟ على طفولته. يعني بياخد فيها طه حسين بيتكلم عليه من هو صغير لغايه ما ايه؟ ما وصل للايه؟ للمكان اللي هو كان فيها. في جزء منها عن طفولته كما يريد مروان ان يفعل. يعني زي ما مروان كده مروان عايز يعمل هيعمل زي مين؟ زي طه حسين. فراح مروان ردد عليه ايه؟ قلت أن أكتب الأحداث التي أمر بها ثم أطبعها كتابا في يوم من الأيام. يعني هو كان عايز قال هو ده زي بالظبط اللي أنا عايز أعمله، إن أنا أكتب الأحداث بتاعتي كل حاجة أنا همر بيها أو أصادفها
وإيه وأطبعها في يوم من الأيام. ماذا قرأت أخت مروان؟ أخت مروان قرأت عن إيه؟ قرأت الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين. طيب تعالوا نكمل الدرس. الأب: إنها فكرة رائعة، هل يمكنك أن تكتب يومياتك طوال الأسبوع القادم ثم نقرأها معا؟ يعني إيه بابا قال له إيه؟ قال له هي فكرة جميلة جدا، كلمة رائعة يعني جميلة، يعني إيه كلمة رائعة؟ جميلة. هل يمكنك أن تكتب يومياتك؟ تكتب يعني تسجل، يعني إيه تكتب؟ تسجل طوال الأسبوع القادم، يعني طول الأسبوع الجاي كله كده تقعد إيه تكتب في اليومات بتاعتك، وبعدين ثم نقرأها معا في آخر الأسبوع، هنقرأ كل اليوميات اللي أنت عمل إيه، كل حاجة انت كتبتها في الايه في اليوميات ديت. عانقت ابي قائلا انا سعيد ان الفكره اعجبتك، وسوف اكتب الاحداث التي تهمني، واتمنى ان تعجبك. يعني ايه كلمه عانقته؟ يعني احتضنته، عانقته احتضنته. فاما روان وحضن باباه وقال له ايه ان هو سعيد جدا لان الفكره دي ايه الفكره دي عجبته، وان هو هيكتب الاحداث كل حدث هيهمه وايه وهيعرضها على بابا ان هو ايه ان هو يقراها، واتمنى ان تعجبك. يبقى ماذا راى الاب في فكره مروان؟ الاب راى انها ايه انها فكره رائعه. ماذا راى الاب في فكره مروان؟ انها فكره رائعه. لماذا كان مروان سعيدا؟ مروان كان سعيد ليه؟ لان الفكره اعجبت والده. يبقى لماذا كان مروان سعيدا؟ لان الفكره أعجبت والده. طب تعالوا كده يا حبايبي نشوف أهم الإيه أهم معاني الكلمات الموجودة عندنا في الدرس بتاعنا. أول حاجة يعني اعتدنا، تعودنا. طب نتحدث قلنا يعني نتكلم أو نتحاور. كلمة أمور يعني أمور أحوال. آهن يعني كلمة توجع أو ألم. أو شكت يعني قاربت، يعني أو شكت قاربت. طيب أود يعني أريد أو أرغب أو أحب. أود يعني أريد أو أرغب أو أحب. كلمة استشير يعني اطلب الرأي. تنفيذها قلنا يعني انجازها او اتمامها. لديك يعني عندك. كلمة ما يحدث يعني ما يجري. تقصد يعني تعني او تريد. يوميات يعني اوراق تسجل فيها الاحداث اليومية. اليوميات دي هي اوراق بسجل فيها الاحداث الايه اليومية. تسجيل يعني تكتب، تسجل يعني تكتب او تدون. يتحدث يتكلم. امر بها يعني اصادفها. كلمة رائعة يعني جميلة. تكتب قلنا تكتب يعني تسجل أو تدون نفس المعنى اللي فوق. عانقته يعني احتضنته. تهمني يعني تشغلني. تعالوا بقى نشوف ايه هي أهم الأسئلة بتاعتنا. ممن تتكون أسرة مروان؟ أسرة مروان تتكون من ايه؟ قلنا من ايه؟ أبوه وأمه وأخته الكبيرة وهو. يبقى تتكون من مروان والأب والأم وأخته الايه الكبرى. طيب سؤال تاني، متى تجتمع أسرة مروان؟ أسرة مروان بتجتمع امتى؟ بتجتمع مساء كل خميس. اعتادت أسرة مروان على شيء تفعله كل أسبوع، فما هو؟ إيه هي الحاجة اللي مروان أسرة مروان متعودة إن هي تعمله؟ إحنا قلنا إن هي تتجمع مساء كل خميس ويتحدثوا في أمور حياتهم. طيب لماذا تجتمع أسرة مروان مساء كل خميس؟ ليه أسرة مروان بتتجمع كل خميس؟ للتحدث في أمور حياتها. ما الفكرة التي عرضها مروان على والده؟ الفكرة إن هو يعمل إيه؟ إن هو يكتب يومياته. طب لماذا ضحكت الأم؟ ضحكت الأم لأنها تعجبت، يعني مش قلنا إن هي اندهشت إن مروان عايز يكتب اليوميات بتاعته وهو في السن الصغير ده؟ يبقى ضحكت لأنها تعجبت من أن مروان يريد أن يكتب يومياتي في هذه السن الصغيرة. طيب لماذا عانق مروان أباه؟ ليه مروان عانق والده؟ عانق أباه لأنه كان فرحا بتشجيع إيه له، لأن الفكرة أعجبته. ما الذي يريد أن يكتبه مروان؟ مروان كان عايز يكتب إيه؟ يريد أن يكتب يوميات أو الأحداث التي يمر إيه؟ يمر بها. طيب إحنا المفروض نتعلم الدرس بتاعنا ده إيه؟ إن إحنا أي حاجة نعملها لازم بابا وماما يشجعني عليها. يبقى تشجيع الأطفال على تنفيذ فكرهم. أهمية تحاور أفراد الأسرة، يعني مهم جدا إن الأسرة كلها تتجمع ويقعدوا يتكلموا في الأمور بتاعتهم وأمور حياتهم. استفادة الصغار من خبرات الكبار. إحنا مش قلنا إن مروان قال إنه عايز يعمل زي ما عمل طه حسين؟ يبقى هو كده استفاد، يبقى يعني استفادة الصغار من خبرات الكبار. كده حبايبي يكون الدرس بتاعنا خلص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.